اسمي فاطمة وعمري 10 سنوات. أنا من سوريا من باب عمر. جينا تهريب. أنا عايشة على السطح مع أبوي وأمي بغرفة وما عندنا مي. بنروح نزق مي من عند الجيران وبساعد أبوي وأمي. أحيانا ما بنلاقي أكل بالبيت. أبوي وأمي ما بيقدروا يتكلموا، أنا بتكلم. مثلا إذا أنا حدا أنا بتكلم، تليفون أنا بتكلم. أكثر حاجة أنا أحبها الرسم، أنا دايما بحب الرسم. أنا حسيت هون وحيدة، محتاجة أخ بيسليني. أنا مشتاقة حياتي بسوريا، وكثير كنت بسوريا مبسوطة. مدرسة في سوريا كثير حلوة، تعلمت زين بس هلا نسيته كله. أنا إنه نفسي أطلع دكتورة، إنه أرجع على سوريا وأكون قاعدة بسوريا طول العمر.